1974-75, I was detained without a trial for nearly a year. The officers that interrogated me were British. السياسة الخارجية البريطانية المعيبة في منطقة الخليج كان عنوان الندوة التي عقدها تكتل المعارضة البحرانية بمناسبة الذكرى 45 لاستقلال البحرين. الندوة التي عقدت في مبنى البرلمان البريطاني شارك فيها جمع من المعارضين البحرانيين والناشطين البريطانيين الذين أكدوا على فشل تلك السياسة وتخبطها. أقول أن السياسة البريطانية تحتاج إلى إعادة صياغة بشكل جوهري، لأن تجربة بريطانيا مع دول الخليج مع منطقة الخليج ليست مبشرة بخير، وتؤكد أن هناك تخبطا، وهذا التخبط سيعود بالوبال على بريطانيا مع الأسف الشديد. أحد العوامل التي تلعب دورا أساسيا في صياغة تلك السياسة هي تجارة الأسلحة البريطانية مع دول الخليج. I think it's very embarrassing for the British government to have to deal with these governments in a way because it affects the veneer of democracy that they have. But money talks. Clearly money talks very loudly. تلك السياسة لم تتغير كثيرا ومنذ عقود، لكن الأمل معقود على زعيم المعارضة البريطانية لإحداث تغيير فيها. I also think that the fact that the opposition in Britain is now led by Jeremy Corbyn, who has a very consistent demand to change British policy towards the Middle East, towards the Gulf. And so I think there is change on the way. Unfortunately, it is not immediate enough, but the anti-war movement will keep pressing. إن الاستمرار في هذه السياسة ستكون له آثار سلبية على المملكة المتحدة، وإن لم تكن في الأمد المنظور فعلى المدى البعيد. The term friendship continues in the British officialdom's parlor, in the parley of the British officialdom. They use it all the time, even in 3 years ago. السياسات الخارجية البريطانية التي ترسم داخل هذا المبنى تحدد مصائر العديد من شعوب المنطقة، ومنها شعب البحرين الذي يدفع ثمنا باهظا لتلك السياسات. ساهر عريبي للبحرين اليوم من أمام مقر البرلمان البريطاني في العاصمة لندن.